يا راس بين حمرة تاهم في البلدران قط مال بخوذة وتعجب اللي نظره اللي يزوره المنطقة هذه الآن منطقتنا يعيش جو البادية قبل 100 عام من زواج المرأة البدوية على الهودج من الموروث الشعبي للمرأة وللرجل كيف تتعامل مع رفة النساء بالطبخ والأكل وكذا يعني وانت تجلس معاهم الآن تسولف معهم تقول والله كنا نسوي كذا كنا نسوي كذا كل ما يحدث عند البادية قبل 100 عام راح يشوفوا حاليا نفس القطع نفس الجودة نفس العيش نفس كل حاجة يعرف في أدبيات العرب قديما أهل الوبر وأهل المدر ولذلك وجه القرآن الكريم إلى الإنسان الذي يصنع بيته وفرشه وأثاثه من هذا الكائن. نحن الآن في هذا الموقع الذي يحتضنه نادي الإبن في المهرجان الأكبر على مستوى المملكة أو على مستوى الخليج والشرق الأوسط للاهتمام بالإبن. الهجن له 3 أو 4 قطع: الرسن، الساحة، السفيفة، النطع. هذه تجهيزات الركبي، معنى الباقي المزودة اللي يحط فيها الأغراض، لابد تحن لابد اللي الحشو ترغي وكذا وكذا. هذه متع جو يعني بالصباح بعد مدة البل، لا مدة البل هذه يعني خاصة إذا مدت بعد نطح الشمس تقول أنا ما ألوم هالدوي لو اشترى بعارين ملايين الملايين. هذه الحياة نادي الإبل حاول أن يجسدها ويصدر للآخرين وخصوصا الذين لا يعرفون هذه الحياة تحت شعار حنا بدو. من هذا المكان يتعرف الزائر على حياة ويعيش التجربة، يعيش التجربة الحقيقية منذ الصباح إلى المساء، كيف كانت هذه الحياة الممتعة الجميلة. هذا الإرث الذي نعتز به اعتزازا كبيرا هو في هذا المكان. نادي الإبن يدعوكم لتعيشوا التجربة، فحياكم الله وحنا بدو. بشوف ملحن داره لا صار خلك من ورا مصر عمان تلحد كلا ونهى غاية بحره شلفتكم.